فضل يشرح لي معايير القانون المصري اللي ما يقدرش يكون مطابق للدولي ولا حتى الخليجي، لأن مصانعنا قديمة وتكنولوجيتها أقدم، فمش هتقدر تعالج التلوث اللي ناتج منها. طب نخش بقى على مصيرنا. التلوث اللي بيطلع من المصانع القديمة والعربيات هيعمل فينا إيه يا فندم؟ يعني أول أكسيد الكربون ده بيؤدي لعمليات النزلات الصدرية، برضو البي ام 200 او الجسيمات القابله للاستنشاق بتؤدي الى التحجر الصدري نتيجه البي ام 200 ديت اللي هي الجسيمات الاقل من 10 مايكرون. دي حضرتك بتوصل لغايه الـ زي ما نقول اللي هي القنوات الدقيقه جدا في الشعب الهوائيه، فتؤدي الى حالات اللي هي الـ زي الربو وغيره من الامراض اللي هي الصدريه. تمام؟ في حاجات تانية زي السلفر دايوكسيد اللي هي ثاني اكسيد الكبريت واكازيد النيتروجين النيتروجين اوكسيد، دي بتؤدي الى امراض كانسر في الصدر برضه. تمام؟ الرصاص بيؤدي لامراض الكانسر في الدم وممكن في الصدر. لما يكون في منخفض جوي زي اليومين دول زي ما حضرتك قلت في مكان معين زي القاهره مثلا، تمام، فتروح الاماكن التانيه الهواء ساحبها ان هي تيجي بالملوثات بتاعتها كوكتيل بقى اللي هو فخفخينه خلاط تلوث مع بعض كده، حسب كمان ايه الملوثات اللي جايه وحسب مرة المصادر اللي في سكتها حسب الفاكهه اللي موجوده. تمام. عايزك تقول لي ايه الحد الاخضر، اصفر، برتقاني، لغايه ما نشم سم. اما نوصل لمرحله اللي هي التركيز اللي يبدا يعمل اختناق للناس فعلي في الشارع، في يحصل تهيج صدري او يحصل اختناق بالكامل، بس المنطقه الحرجه دي ببدا اقول اللي هي الحمراء. اللي هي الحمراء. الحمراء دي ليه في نسبه رقم قصادها؟ المفروض ان هي المفروض ان انا المفروض ما تعديش 400، تعدي 400 ابدا البي ام 10 بي ام 10 ما تعديش 400. تمام، يعني بعد 400 احنا بقينا في الاحمر. تمام. اللي هو يحصل لنا فيه ايه بقى لو استمر؟ دي حاجه بيحصل حالات اختناق للبشر ما يقدرش ياخد نفسه.